وكمان استكمالا للبطولات اللي بتستضيفها مصر، القاهره هتستضيف منافسات البطوله العربيه للانديه في الفتره من 25 الى يوم 30 من ديسمبر بمشاركه 35 نادي من مختلف الدول العربيه. طبعا النادي الاهلي اكيد بطبيعه الحال هيكون مشارك فيها على مستوى فرق الرجال وكمان السيدات لمختلف الفئات العمريه، ابتداء من سن 11 سنه مرورا بسن 15 17 و19 سنه، وان شاء الله هتكون فعالياتها ملفتة للأنظار زي اللي فاتوا كلهم.